لو طرحنا سؤال عن مفهوم صناعة المحتوى حتكون الإجابات متفاوتة جدا حتى لو تشابهت في الأسلوب. والمؤكد أيضا أنه لو وصلنا مع بعض لتعريف صناعة المحتوى بالطريقة الصحيحة حنشوف زخم رهيب جدا من الإبداع اللي موجود عند كثير من الناس بدون استثمار. نظرة واحدة على السوشيال ميديا حتخلينا أيضا نشوف تفاوت نوعية المحتوى واختلافه بحسب ثقافة الإنسان ومعرفته ومهاراته. نحن طرحنا استبيان سريع جدا على تويتر وسألنا صناعة المحتوى الناجح والمؤثر تعتمد على خلق الإثارة والجدل، الحقيقة والأسلوب، أو القبول وذكاء الطرح، أو جميع ما تقدم. وطبعا يعني كانت الإجابات كالتالي: في تفاوت وتشابه أيضا كبير جدا بين الحقيقة والأسلوب، القبول وذكاء الطرح، 7% خلق الإثارة والجدل، 26% جميع ما سبق. حنحاول مع بعض في هذه الفقرة أن نحط النقط على الحروف مع صناع محتوى محترفين عبر سكايب. اسمحوا لي أرحب بي ضيفي سلطان حكمي، مدرب ومستشار في المحتوى الإبداعي. أهلا وسهلا فيك سلطان، ومنورنا في ساعة شباب. يا أهلا وسهلا لميا، أرحب فيك وأرحب بكل طاقم فريق العمل في ساعة شباب، وسعيد أن أكون معكم في الحلقة الختامية لهذا البرنامج الجميل. يوم مميز وآخر حلقة في الموسم، أكيد راح تكون مميزة بوجودك معنا سلطان. وبداية صرنا نحس بأن صناعة المحتوى، يعني اسمح لي أقول بأنها كلمة ما لها ملامح سلطان، يعني هل نقدر نحطها في إطار واضح عشان توضح الصورة أكثر؟ طيب خلينا نتكلم على صناعة المحتوى بنظرة عامة. الآن صناعة المحتوى هي عدة مجالات، هي ما هي مجال واحد. خلينا نقول صناعة المحتوى زيها زي الرياضة، في رياضات مختلفة ومتنوعة وكلها تعتبر رياضة في النهاية، بس كل واحدة لها قوانينها، لها أهدافها، لها طريقة ممارستها إلى آخره. الفترة الأخيرة صارت كلمة صانع محتوى هي أشبه بالمدحة أو الثناء، كل من كتب كلمتين أو اشتغل شغلة معينة أو حب أنه يتخصص في شغلة معينة كتب أنا صانع محتوى، بينما صناعة المحتوى كلفظ أو كعبارة هي تتكلم على حرفة فيها استمرارية، فيها تخصصية، فيها إبداع، فلها قوانين. صحيح. حتى تقول هذه صناعة محتوى، في كتابة محتوى، في نقل محتوى، في ترجمة محتوى، هذه كلها أنواع للمحتوى. لكن الصناعة فيها ابتكار، فيها تجديد، فيها خلق حاجة جديدة إبداعية تلامس شريحة معينة، وفيها استمرارية. صحيح. هذه نقدر نقول عليها إنه هي صناعة محتوى، وهذه الملامح اللي نقدر نشكلها إحنا ونقول بناء عليها إنه هذا المجال هو صناعة محتوى أو لا. صراحة يعني واضح إنه مستفزينك الناس في السوشيال ميديا شوي سلطان. ودي أعرف إيش أكثر شيء يستفزك اليوم في اللي بتشوفه تحت مسمى صناعة المحتوى؟ والله شوف، يعني هذا الاستفزاز، يعني مو نقول استفزاز اكثر ما انه احيانا بعض الناس ما يعرف طبيعه المهنه، او ما يعرف ايش اساسياتها، او ما يعرف اهدافها ومكوناتها، فيدخل في المجال يقول لك انا معاكم يلا انا صانع محتوى. فهذه احيانا من الاشياء المستفزه لك، انه هذول الناس بينقلوا معلومات غلط احيانا، بيسيئوا لمجال صناعه المحتوى من حيث لا يعلموا. بعض الناس ما هم متعلمين، ما هم متخصصين، ما اشتغلوا في هذا المجال، فينسب نفسه لهذا المجال وبيقدم نفسه للناس انه هو صانع محتوى. وللاسف كثير من الفتره الاخيره يمكن لاحظنا انه في مساحات في تويتر، في برامج، لقاءات بيقدموها ناس يقولوا احنا صناع محتوى، بس لما تيجي تسمع فتشوف انه يا جماعه الخير اللي انتم تقدموه ما له اي صله بالمحتوى، لا من قريب ولا من بعيد. والله صادق يا سلطان، وأنت ما شاء الله تبارك الله عليك يعني مدرب ومستشار في المحتوى الإبداعي، ويعتبر هذا طبعا مستوى متقدم. فإيش هي المجالات اللي تطلب هذا النوع من المحتوى؟ دائما أقول المحتوى التسويقي هو المحتوى الأكثر إبداعا، المحتوى اللي يهدف دائما إلى الاهتمام بمجالات التسويق المختلفة. نتكلم عن تسويق أفراد، نتكلم عن تسويق مؤسسات، شركات، نتكلم حتى عن تسويق منتجات أو حتى خدمات. فدائما نقول المحتوى التسويقي أو صناعة المحتوى التسويقي
هو أصعب أنواع المحتوى الإبداعي صحيح. أو أعلاها انتشاراً وطلباً. المحتوى التسويقي الآن أصبح ليس حكراً على الشركات والأفراد، أصبحت الدول تهتم بصناعة التسويق للدول والمدن أو القرى أو المناطق السياحية اللي موجودة فيها. الأندية الرياضية صار فيها مراكز إعلامية متخصصة فقط لصناعة المحتوى التسويقي للأندية، وقس على ذلك الشركات، الجهات، المؤسسات، حتى الأفراد. الآن الفترة الأخيرة صرنا نشوف مؤثرين بيشتغلوا على موضوع أنه هم يكون عندهم براند شخصي فيهم صحيح. بتواجدهم في ساحة السوشيال ميديا، وهذه نقطة صحيح. جدا جميلة ورائعة وممتعة صراحة. جميل. طب يعني سلطان أبغاك تقول لي كيف من خلال تبني فكرة ناجحة وأيضا عندي هدف مثلا بيكون واضح قدامي تصنع محتوى يرفع القيمة والسمعة، يعني بالمختصر إيش الوصفة؟ الوصفة تحتاج فيها استراتيجية. دائما نقول للأشخاص إنه ليش ما تسوي لنفسك استراتيجية واضحة، يقول كلمة استراتيجية كبيرة، لا تعال اعمل استراتيجية صغيرة مبسطة لك. استراتيجية نتكلم على إنه تحط إيش أهدافك أنت بدك توصلها للناس، مين جمهورك المستهدف، جمهورك فين موجود، في أي منطقة، في السعودية، في الخليج، في العالم العربي أو حتى للأجانب، محتواك بأي لغة، إيش نوع المحتوى اللي أنت راح تقدمه، كيف شكل المحتوى اللي راح تخرجه للناس، هل هو صور، فيديوهات، هل هي نصوص، هل هو محتوى سمعي راح أنت تقدمه للآخرين، إيش المنصات اللي راح تستخدمها في وضع هذا المحتوى، حتحطها في تويتر، في تيك توك، في سناب شات، في يوتيوب، لأنه كل منصة ولها نوع محتوى فيها ولها شكل فيها صحيح ولها أيه. جمهور أيضا مخصص فيها، جمهور تويتر غير جمهور تيك توك غير جمهور اليوتيوب، كل منصة ولها فئتها المحددة. كم الفئة العمرية اللي أنت تبغى تستهدفها؟ هل والله محتواك مقدم لكبار السن، أو أنت محتواك يستهدف مثلا صغار السن أو الشباب بصفة عامة؟ فلما نجي مثلا عند شخص معين ونقول له كيف أنه أنت ممكن تعمل هذه الاستراتيجية المبسطة أو السهلة، بحيث أنه أنت بس تضع نفسك رؤية واضحة تشتغل على أساسها، وبعد كده تبدأ أنت تصنع محتوى ويكون عندك استمرارية في صناعة المحتوى. المشكلة أنه بعض الناس يبدأ فترة وما يلاقي التفاعل قليل فيوقف، ويكون عنده محتوى ممتاز أو يكون عنده تخصص جدا قوي. فدائما نقول الاستمرارية، استمر 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 إلى ما راح توصل أنت للشيء اللي أنت راح تبغاه. جميل. طب إيش هي الأدوات سلطان اللي ممكن تخليني مثلا كطبيب، كخبير تجميل، كمثقف وقارئ، كمهندس أيضا، أني أقدم محتوى ناجح ويهتم به الناس خارج دائرة أصدقائي؟ طيب السؤال الأول، إيش تخصصك؟ إيش المجال اللي أنت راح تقدم فيه هذا المحتوى؟ الشيء الثاني، مين يتابعك؟ في بعض المهندسين ما يتابعوهم مهندسين، يعني في السوشيال ميديا نشوف ناس تخصص طبيب بس كل اللي يتابعوه حقون كورة، ما يتابعوه مثلا حقون الطب. صح. فأول شيء إيش تخصصك؟ الشيء الثاني، مين جمهورك؟ مين يتابعك؟ الشيء الثالث، إيش يحب جمهورك؟ إيش اللي يرغب فيه؟ إيش الأشياء اللي تستهويه؟ أحيانا ممكن تحط صور كثير ما حد يتفاعل معها، بس ممكن لو حطيت لهم فيديو حتلاقي إن هم مرة حبوا الفيديو وانبسطوا عليه وبدأوا يتناقلوه وعلقوا عليه. في بعض الجمهور يحب النوع، يحب المؤثر اللي عنده محتوى متخصص بس يكون تفاعل بينه وبينه، يعني مثلا يجيك طبيب يحط حالة طبية ويسأل الجمهور مثلا، يقول لهم توقعوا ايش تشخيص هذه الحالة، فيبدأوا هم يتفاعلوا مع كل واحد يعطي رأيه ويعطي معلومة. الناس بطبيعتها تحب اللي يسألها، تحب اللي يترك لها مجال ان هي تتفاعل معه، تاخذ وتعطي معه، لذلك المحتوى التفاعلي جدا مهم. فأول شيء تحتاج تعرف ايش تخصصك، من جمهورك، ايش نوع المحتوى اللي يحبه جمهورك، ايش هي الحاجه الماسه اللي صح يتابعوك عليها الناس، او ايش القيمه المضافه اللي بتقدمها للناس وبيستفيدوا منها، يتابعوك عليها، او ايش الشيء المؤثر اللي انت راح تقدمه للناس، او ايش الشيء الابداعي. صحيح. ولكن هذه الخمسه المحاور اللي ذكرناها أساسية لأي شخص عنده محتوى وحاب أنه يطلع للناس. أن تجعل لما تقدم قيمة يحترمها الناس فرق
بأن تصنع زوبعة، ولكن للأسف الناس بطبيعتها سلطان تحب الجدل والإثارة، وهذا اللي يجيب مشاهدات. ولما حطينا هذا الخيار في الاستبيان على تويتر، الإثارة والجدل كانت أقل درجة، 7% تقريبا من 100%. فهل تتفق معايا أنه حتى الجدل يصنع أحيانا؟ ويعني هذا اللي بنشوفه بالنهاية، وهذا الواقع اللي للأسف بنعيشه هذه الأيام. لم يخليني أعطيك معلومة، في بعض المؤثرين أو بعض المشاهير، ما نقول مؤثرين، هذا المشاهير، المؤثرين لهم تعريف غير المشاهير. بعض المشاهير عندهم شركات ميديا ماسكة حساباتهم وماسكة أعمالهم وماسكة البزنس تبعهم، فلما ينخفض مشاهدات هذا المشهور أو يقل التفاعل عليه يلجأوا لإثارة الجدل أو صناعة الجدل المفتعل. سيناريوهات تنكتب وتتكلم للمشهور الفلاني والمشهور الفلاني، انت تغلط عليه وتقول الكلمه الفلانيه وانت ترد عليه، ويستمر هذا اللغط اسبوع اسبوعين. الناس بطبيعتها تحب الاكشن، تحب المسلسلات، تحب المشاهد اللي زي كذا وتتابعها. صحيح. بترتفع المشاهدات فعلا، وهذه المشاهدات ترتفع الى حد معين، بعد كذا بترجع تنزل ثاني، لأنه ما في محتوى، ما في قيمة، ما في تخصص، مجرد فقاعة. صحيح. الله عليك. فهي إثارة الزوبعة فعلا كثير منها لاحظناها الفترة الماضية. زوجة تعلن انفصلت عن زوجها ويعمل مشاهد مع بعض، بعدين احنا يلا نرجع لبعض. صاحبة مع صحبتها، يلا احنا نسيب لبعض، ضربنا اليوم بعدين رجعنا لبعض. صحيح. ولكن أتوقع بالنهاية سلطان المجتمع واعي كفاية وفاهم ومثقف وعارف، ويقدر أكيد أنه يفرق بين المشهور والمؤثر في الحياة. شكرا على تواجدك معنا، يعطيك ألف عافية. كنا نتمنى أن يكون وقت البرنامج أطول عشان ناخذ من معلوماتك، ولكن إن شاء الله بإذن الله ناخذ دورة معك سلطان. يعطيك ألف عافية، نورتنا وشرفتنا. أبد، يسعدني وسعيد جدا أنا معاكم اليوم. خلينا أشيد ببرنامج ساعة شباب وفريق عمل ساعة شباب. أنا واحد من الناس اللي يحبكم ويتابعكم. شكرا. كلكم مبدعين وكلكم متميزين. سعيد جدا بصراحة بهذا البرنامج. كل يوم نترقب وننتظر من الضيف المميز اللي يكون معاكم، إيش الإضافة اللي راح تقدموها. لمية ما شاء الله عليك، على مدى فترة طويلة ما شاء الله تبارك الله قابلتي أنواع المواهب وأنواع المجالات وأنواع وأنواع المعلومات والتخصصات، وكل مرة كنا نلاقيك محاورة قوية ملمة مثقفة، وراكي فريق عمل جبار وقوي. صحيح. جدا ما شاء الله. صحيح. تبارك الله. فأتمنى لكم التوفيق في الأيام الجاية، وسعيد اللي كنت معاكم في حلقة الختام، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لك سلطان. احنا اسعد، يعني صراحه انا ما ابغى اصيح اليوم، بحاول اني اسيطر على مشاعري قد ما اقدر، ولكن شهاده اعتز فيها اكيد، وان شاء الله باذن الله نشوفك سلطان في المواسم القادمه. شكرا لك. ان شاء الله اجيكم جدا ان شاء الله. ان شاء الله تنورنا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل ختام موسم ساعه شباب في سلطنه الخميس الاخيره مع الفنان الصاعد رعد المولد. أنا سعيدة جداً لأني كنت من الناس اللي استضافوهم ساعة شباب، هذا البرنامج اللي دائماً يدعم الشباب والبنات الطموحين والمبدعين. شكراً لكم، ويا رب من أعلى الأعلى ومواسم أجمل قادمة بإذن الله. دمتم بخير. بمناسبة انتهاء الموسم حابين نشكر برنامج ساعة شباب، وحابين نشكر فريق العمل كله على تعاونهم حقيقي. الاستضافات والتغطيات اللي عملوا لنا هي من أروع ما يكون. حمزة الغامدي، استضفت في برنامج ساعة شباب على روتانا خليجية عدة مرات في قضايا تتعلق بالحيوانات، وشكرا من هذا المنبر أوجه رسالة شكر جزيل لقناة روتانا ولبرنامج ساعة شباب خصوصا. شكرا جزيل الشكر لمثل هذه البرامج اللي تدعمنا وتظهر نجاحنا للشعب وتحفز الشباب والناشئين إن هم يستمروا في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم وحينجحوا. شكرا لأنكم كنتوا الداعم الأول لنا كشباب، توصل صوتنا للمجتمع، تعرفوهم على مواهبنا، على الشيء الجديد الموجود عندنا كشباب. كان لي الشرف أنكم استضفتوني، وشكرا لكل طاقم العمل من مذيعة من معدين من إخراج. برنامج جدا رائع لطيف، بيقدم المواهب الشبابية بطريقة ممتعة،
ومميزة. كان لي الشرف أني كنت من المستضافين في هذا البرنامج، وحابين نشوفكم في الموسم الجاي. في هذا الفيديو حابب أتوجه بالشكر الجزيل لبرنامج ساعة شباب على قناة روتانا خليجية، وأشكر كل طاقم العمل من مذيعتنا لمياء إلى مدير الإعداد صبر بايسير إلى كل طاقم العمل اللي دائما يكونوا سباقين في أخذ أخبارنا ويطلعونا بأبهى حلة وأحلى صورة ويبرز موهبنا. حاب أشكر كل القائمين في قناة روتانا خليجية وتحديدا برنامج ساعة شباب على هذا البرنامج المميز اللي أبرز مواهب الشباب في الأشياء المفيدة وفي المحتوى المفيد، وخرجهم من منصات التواصل الاجتماعي إلى المنصات الإعلامية بشكل مميز وبشكل يبرز مواهبهم بشكل رائع جدا. شكرا إلى برنامج ساعة شباب في استضافتي واستضافة جميع الشباب اللي عندهم مواهب وإعطائهم فرصة لإظهار المواهب وللدعم المعنوي. شكرا لأنكم حسستونا أننا جزء من برنامجكم. مهما تكلمت ما أقدر أوفي مدى دعمكم لي ولجميع الشباب. محدثكم دكتور عبد الله، طبيب ومغني في عيادتي الآن.